أهلا وسهلا فيكم بهذا المقطع التوضيحي من شركة هافال فوتومي. شركة هافال فوتومي هي الوكيل الحصري لشركة فوتومي العالمية البريطانية الفرنسية في إقليم كردستان والعراق. هي منتجاتها كتير حلوة وكتيرة. نحن اليوم رح نحكي عن هذا الجهاز. الجهاز هو السيلفي بوث، يعتمد مبدأ تقنية السيلفي. ندوس على الشاشة ستارت، نختار نستنى 6 ثواني. ياخذ الصورة. نختار تامبليت من 6 تامبليتات. الملاحظة الحلوة بهذا الموضوع انه ممكن نحن نصمم التامبليتات حسب المناسبة او الايفنت او المكان اللي بنحط فيه الجهاز. نختار مثلا هذا التامبليت لجامعة جيهان، نيكست. العدد فينا نحطه قد ما بدنا، مندوس نيكست، نستنى 20 ثانية ومناخد الصورة. هذا الجهاز استخدامه كتير حلو، كلفته كتير رخيصة. ممكن استخدامه بالمولات، محلات التصوير، أو أماكن سياحية، أو أي مكان في ازدحام مثل المناسبات مثلاً أو الأعراس. تمام؟ هذا الجهاز نشوف النتيجة. الصورة الريزولوشن تبعها كتير عالي، أكثر من 300 dpi. هيك منكون نحن شرحنا آلية هذا الجهاز وطريقة عمله. لا تنسوا تعملوا تاج لرفقاتكم اللي ممكن يستفيدوا من هذا الموضوع، وتعملوا شير إذا عجبكم الجهاز. شكراً.